دكتور شرف الصغير، تخصص الكيمياء، خريج الجامعة، انتمي إلى التنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين كما ترون، ويعني وتسجلون عن كتب التدخل الشنيع والعنيف في حق الدكاترة المعطلين. كالعادة دائما الدكاترة المعطلين خريجي الجامعات يواجهون بهذه الطريقة، الطريقة الوحشية، الطريقة اللا أخلاقية التي لا تراعي لا الشهادة الجامعية، يعني الآخر شهادة في الجامعة، ولا تراعي المسار الأكاديمي للدكتور. دائما هاد الأشخاص هادو كيحاولوا دائما يتخطاوا ذاك الحيط القصير. كما تلاحظون خطواتنا كانت بالموازاة مع نزول ديال المتقاعدين، كانت متوازية مع نزول المتقاعدين. ترك المتقاعدين وجاءوا لعندنا حنا، دخلوا علينا. لماذا؟ لأنهم تعودوا أنهم يدخلوا على الدكاترة المعطلين، تعودوا أنهم يرفسوا على الدكاترة المعطلين، وهاته وقاحة ليست مثلها وقاحة، لأنهم كيرفسوا على أعلى شهادة في البلاد، كيرفسوا على المصداقية ديال الشواهد اللي كتخرج من هاد الجامعات هذه. وحنا يعني كنشكر الله لهاد المسؤولين هادو، لأننا رسلناهم جميعهم، لا الأحزاب السياسية، لا الجهات المسؤولة عن ملف الدكاترة المعطلين، كلها تمت مراسلتها وليست هناك إجابة، هناك فقط الأذان الصماء وسياسة التسويف وسياسة التنكيل والقمع. ونقول لهم من هذا المنبر، نحن لن نحيد عن النضال ديالنا في الشوارع كدكاترة معطلين. إذا قمنا بخطوة الإضراب عن الطعام ووصلت لخمسون يوما متتالية، فقد جاءت الظرفية ديال الزلزال منطقة الحوز هي التي أدت إلى تعليق الإضراب عن الطعام وليس التوقيف دياله. فنحن إن شاء الله عما قريب سنعود إلى الإضراب عن الطعام بعدد اللي هو كثير. كاين جوج ديال الحالات، يا اما ندخل في اضراب عن الطعام اللي هو مفتوح حتى الموت، يا اما اللجوء الاجتماعي. الا كان عندكم اعلى شهاده في البلاد كتنكلوها وكتسوفوها يعني وكتقمعوهم وكديهم للسجون يعني وكتعتقلوهم، صيفطوهم لشي بلاد اخرى، لان الناس قراو معنا من بلدان اخرى، فقط الماستر كيمشي يقري في الجامعه. انتم عندكم دكاتره قصيتوهم من بعد القانون اللي نزل في 2015 ديال المناصب التحويليه، تم الاقصاء ديالنا وتم الاقصاء ديالنا يعني في المسار ديالنا كامل من بعد الوعود اللي انتم عطيتونا، لا الوعود كدكاتره ولا الوعود كماستر. هاد الوعود لم تلتزموا بتطبيقها. فمن هذا المنبر كنقول لكم، الا ما عندكم ما ديروا بينا، عطيونا نمشيو شدوله، وحنا راه اللجوء الاجتماعي ان شاء الله جاي في الطريق وعما قريب. حتى حنا لما بقيتوا ما عندكم ما ديروا بينا، حتى حنا راه كنقولوها، غنهزوا ليدنا وما غنقولوش ما عندنا ما نديروا بهذه البلاد، لان هذه البلاد هذا في قلبنا ماشي اكثر ما تكون في لاكارت ديالنا. وتحيه نضالي الى المنابر. هدى الشاعر، عضو في تنسيقيه الدكاتره المعطلين وحاصل على شهاده الدكتوراه في الاشهار والتواصل، يعني في اطار سلسله ديال نضالاتنا اللي معتادين نقوموا بها لطيله 4 سنوات، جينا اليوم باش نقوموا بواحد الوقفه امام البرلمان، قبه البرلمان، باش نذكروا ممثلي الامه بملفنا المطلبي وملف وقضيه الدكاتره المعطلين التي عمرت طويلا، الا اننا للاسف كنلقاو هناك واحد التدخل امني في حقوق الدكاتره اللي كانوا واقفين واحد الوقفه سلميه. والعدد تاعنا راه ماشي كثير، كانوا دكاتره يعني قلال، وقفنا بواحد الوقفه سلميه، الا اننا كنلقاو حتى التدخل والقمع ويعني وفك ديال الوقفه ديالنا. هذا يحز في النفس باننا مغاربه وكفاءات واطر ديال البلاد، كنلقاو راسنا اننا كنتقمعوا بحال هكذا. كنبغوا نخبروا الراي العام المغربي والامن والحكومه بانه لا محيد لنا عن شوارع الرباط ولا محيد لنا عن النضالات الى غايه تحقيق المطلب ديالنا، وهو مطلب قانوني ودستوري، توظيف في الجامعات المغربيه ومراكز البحث العلمي بما يناسب شهاده الدكتوراه. وكنبغيو كذلك نوصلوا واحد الرساله للسيد الوزير، كنقولوا ليه انه يلقي نظره على الفساد اللي كيوقع في المباريات وعلى الوساطات والرشاوي اللي كتوقع في المباريات ديال ولوج اساتذه التعليم العالي. يعني خصو يعني ينزل الجامعات ويشوف شنو كميه الفساد وحجم الفساد اللي كاين حاليا في الجامعات المغربيه. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.